اهلا وسهلا بسميه، اتفضلي زارتنا البركه. غرفتك حلوه وململمه وفيها كتب، بتحبي تقري؟ ايه بحب اقرا كتير. انا وصغيره بركت بالخوجه بس ما احسنت اتعلم شي، ولهلا ما بعرف افرق الالف من العصاي. وليش؟ لسببين. تحبي تعرفي السبب الاول؟ ايه والله بحب. السبب الاول لاني عقلي سمين مثل ما قال ابوي وامي. بعت لك يا سميه. والسبب الثاني؟ السبب الثاني الخوجه اللي عم بتعلمنا ما حبيتها وتشقلب على طول ولقيني، وضليتني لهلا عم بفكر انه هو السبب الحقيقي. ما كنت اعرف. انا نجحت على الصف السابع بس ما حسنت اكمل لان المدرسه التكميليه كثير بعيده عن بيتنا. على القليل بتحسني تقري. ايه هي شغله بسيطه كثير. انا حبيت اقول لك انا بحب ابن عمي ابراهيم، بحبه كثير. بتحبيه كثير؟ بس مثل اخوي، لانه اخوي سافر وما رجع. الله يرجع لكم يا سالم. الله يسلم تمك. وانا ما بحب ابراهيم وبس، بحب اللي بيحبوه كمان. تقبري قلبي مع احلاكي، من وقت ما شفتك قلبي غرف عليكي. بتعرفي وانتي كمان بتنحبي؟ من هالناحيه لا تشدي ايدك، يعني قد ما كنت بنحب مثلك ما رح انحب. ايش بك سميه؟ ولا شيء، يمكن لاني شفتك. والله انا فرحت وقت شفتك.